الناس طبعا. طيب اصحاب الكهف ده كانوا وين؟ اصحاب الكهف. ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. والله يا اخي الاغوال فيهم كثيره. ملتقى البحرين في فريق طبعا القران ذكر البحر وذكر الانهار. ذكر البحر وذكر الانهار. في القران يعني ربنا كل ورينا الاثنين موجودات البحار والانهار. ذكرهم في القران كثير يعني وانهار تجري من تحتها. ايوه النهر مذكورة في القران ايوه كثير والبحار. فاذا البحار يسد جنات تجري من تحتها الانهار. واذا البحار مذكورة في القران برضه البحار. القران قال ملتقى البحرين. لكن العلماء في كل بلد الاسلاميين حسب اجتهادات يفسروها تفاسير يعرفوها هم. في قول يقال انه ملتقى المصريين قالوا ملتقى شنو؟ ملتقى فرع الرياض ورشيد ودمياط في مصر قبل ما يصبوا في البحر الاحمر. قبل ما يصبوا في ايوه في البحر الابيض المتوسط. فرع رشيد ودمياط قالوا ملتقى البحرين هنا. وفي قول قالوا في الخرطوم كده ملتقى في المقرن ده اللي هو ملتقى النيلين. ايوه ربنا قال البحرين. قالوا هنا في الخرطوم. هي المقرن ملتقى البحرين قالوا هنا لكن دي النهرين نهرين اي والمصريين كمان اللي بيحاولوا يدعموا رايهم قالوا لانه الهجره بتاعت بني اسرائيل كانت بين فلسطين ومصر فكان عم بيجوا مصر كلهم جوا مصر كثير منهم اقرب روايه المصريين اقرب ابراهيم الخليجة بعد العبرانيين سموه ما هو كان في مكه هو اسماعيل رفعوا القواعد مش كده؟ اي نعم بعد كده عبروا نهر الأردن جو فلسطين ومنها جو مصر إبراهيم الخليل سموهم العبريين عشان عبروا نهر الأردن وبيزعموا كلام من المصريين إنه الهجرة بتاعت الأنبياء كانت بين فلسطين ومصر في قول تاني قالوا ملتقى البحرين لا جهة فارس والأرمن التقاء المحيط المحيط الهندي مع المحيط الأطلنطي جهة فارس والأرمن جهة فارس والأرمن ملتقى البحرين المحيط الهندي مع المحيط الأطلنطي طبعا البحر الأحمر ده فرع جاء أخيرا وانا السويس دي جاوا حفروه اخيرا. هاي بس المحيط الهندي مع الاطلنطي ده ما عنده علاقه. دي ما اظن لانه المحيط الهندي بعيد من المحيط الاطلنطي. لا كيف ملتقى البحرين. اي ما جنبه. بعيد خالف الخط بعيد منه؟ هو فرع منه قال. لا. المحيط الهندي. ايوه. مع الاطلنطي؟ الله اعلم. اقرب حاجه له الاطلسي ولا الاطلنطي؟ هو الاطلسي من هنا من عجب. الاطلنطي ايوه الاطلسي هو امريكا وهنا ذاك الاطلنطي جهات فارس كده كده اللي واحد يتاكد منها في الخرطه جهات الارمندية والفرس طبعا البحر الاحمر دي الفرع ده طالع من الحيث الاطلنطي مش البحر الاحمر خليج عدن وخليج عمان خليج العرب كله وخليج الفارسي كل دوله مر بي عندها سمته باسمها خليج عمان خليج الفارسي خليج العرب ايوه ده خليج دي بيشتغل مع الفتى الهندي مش كده؟ الخليج ده ولا هو؟ افتكر فرع منه فرع منه بس هو هنا محل الملتقى
ايوه لقيته بسير بتاع علماء. ايوه هاي هالو ما قام سيدنا موسى على اهل الكهف مش كده؟ الكهف ايوه طبعا كان بيخطب في بني اسرائيل كده 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 لما نبيهم صاحب التوراه وذو العزم الخمسه واحد ساله قال لي يا موسى من هو اعلم ذو في زمننا ده؟ قالوا قال انا طبعا ربنا اعتبره كده ما يعني ما صحيح المفروض يرد العلم لله الله اعلم والله قال وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم كان يقول الكلام ده كان خلاص يوقف حسن ايوه ضرب وقت يخط ليها حسن الضرب كده شاف وقت يقول يقول شوف منو التاج ولا منو التاج هاي ايوه رد ولا ايه؟ اظنه يرد ولا نصف في البيت ثاني التاج ايوه التاج ايوه عايز تتكلم معاه؟ اللي فات عايز اتكلم معاه ولا هو يضرب لي؟ ولا هو يضرب لي قايت يتكلم معايا يا اخوي شوف يكون عنده رقم هنا ده عنده رقم مشكلة حسن فاتح ولا في ده رقمه؟ لا ده رقمه يضرب لحد ما يضرب لك ها؟ خليه لحد ما يضرب لك خلاص كويس يكون فاتح اي ايوه كويس وقفنا وين؟ انه ايوه كان بيخطب المفروض الواحد يقول العلم لله يعني ان الله قال وفوق كل ذي علم عليم قال له ده انا قال لي ده انا ما نوع زي حكايه عبس وتولى شوف نوع من التاديب او حاجه زي يؤدب ويوري انه ان الله على كل شيء قدير انت النبي ورسوله وهو بسيط وتابع لك لكن يعرف حاجات انت النبي والرسول تجهلها هو يقال انه العلم اللدني ده او علم الباطن زي ما يقولون الصوفية او بعض المفسرين لكن هو قالوا بعض المغيبات بعض المغيبات يطلع عليها وبراء العبد الصالح ده في قول انه يقول وحد النبي طالما في ربنا بيوحي له او يلهمه وقال انه نبي وحدين يقولوا رجل صالح دائما في الجدل دي والخلافات هنا النبي والولي وكلهم صالحين نعم يطلب على بعض المغيبات الواحد ما بيعرفها طبعا الانبياء ناس ظاهر شريعه ظاهره ومحدده لكن دي عارف فيما بعد الحكمه اللي ربنا بيعملها عسى ان تحبوا شيئا وهو عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلم هو بيعرف الحاجات دي يعني واحد يقول له يتزوج الدية يقول ما دايره كده لكن يكون فيها الخير تجد اولاد اذكياء وعلماء وهو ويكون واحده إيه؟ دايره يمكن تبتسم وتكون سبب كارثه ليهم النهارده ما قالوا زوجته وجماعه اصدقاء قتلوه هسه حرموها من المعاش والورثه واي حاجه المحكمه رجل اعمال قالوا النهارده زوجته مشتركه في الكتب. منو ده؟ ها؟ مين؟ نهار واحد كده رجل اعمال من الناس الغريب ده اسمه نهار. ايوه ايوه ايوه. الجلال بيجيب قصص وقصص وفوائد. سوداني؟ ها؟ سوداني؟ سوداني هاي من الناس الزغار الزيقات ولا الناس الزرق ده بتاع الغريب رجل اعمال من الخرطوم دي. قتلته مرته؟ مرته وجماعه من اصحابهم وهنا المحكمه حتى قررت انها تحرم من الورثه. تقتل ولا تحرم؟ تحرم ما يدوها اي حاجه قتلوا هي ورثوها له ده قتلوا المفروض يقتلوها يعني ايوه ما يقتلوها كمان هيقتلوها ما عارفه كم هيسجنوها ولا ايه ما عارفه الحكم النهائي شو جلسات متواصله لكن من ضمن خصوصيات المحكمه انها تحكم هو سري رجل اعمال كبير تحرم من الورثه هي قتلته اللي ورثوها له ما بتعرف ها شوف مرات المرأة انت دايرة هو تزوجها باختياره شو جاب بقى سبب موته
لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي في كثير كده تختار أنت تبقى كارثة، حاجة تابها يكون فيها الخير. آه نعم. لو عارف الخير وين؟ ما تعرف وين، لكن زي ده ربنا بيطلع على الحاجة المغيبة دي. أيوة. هتحصل في المستقبل. فبعض المغيبات. طبعا الشريعة بتاع الظاهر. بعدين اتشوق سيدنا موسى. اشتاق لازم اعرف الزول ده من امتي تابع لي يعرف حاجات انا النبي والرسول. فجاله طلب من ربنا انه يلموا فيه، حدد له محل وراه محل مجمع البحرين. مجمع البحرين وكان ماشيين عنده زي مساعد كده ولا تلميذ اسمه يوشع ابن زنون، هو قال النبي يوشع. يوشع يوشع ابن زنون. يوشع ده مش اولاد من اولاد نوح؟ والله ما بيسموا يمكن عليهم، لكن ده كان الملازم ده سيدنا موسى. طبعا سيدنا موسى بعد سيدنا نوح بأنبياء كثيرين. المهم ملازم له يوشع ابن زنون، وقال انه النبي لكن ما رسول عشان يبلغ رساله. طبعا النبي ده قال الأنبياء كثيرين زي النبي دانيال، النبي ميم جرديوس، النبي اسمه أنبياء كثيرين رسل المسيح، أنبياء النبي دانيال، النبي أيوه الأقباط قاعد يسموا عليها كثير، أسامي كلها أغلبها أسامي أنبياء من أنبيائهم. المهم فربنا حدد لهم محل، قال لهم المحل اللي بتنسوا فيه الحوت، هم ماشيين جوجة مصخرة كده تعبانين تعبوا واخذوا راحتهم وماشيين. بعد اخذوا راحتهم مشوا فاتوا الصخرة، فاتوا المحل ده. بعدين سيدنا موسى قال لسكرتير المساعد بتاعه ليوشع ده، قال لي آتينا غداءنا لقد لغينا من سفرنا هذا نصبا. قال لي فتش، قالوا شريف زنبيل اللي هي قفة ولا حاجة اللي شريف فيها زوادة. قال لي إني نسيت الحوت هناك في محلنا اللي جينا فيه، أخذنا الراحة. إني نسيت الحوتة وما نسأله إلا شيطان الأذكرة. فارتدا على آثارهما رجعوا ثاني جالسين قريبهم عشان ينزلوا في نفس المحل. أيوة. فعلا قالوا لما وصلوا في نفس المحل الصخرة لقوا شخص راقد ومغطي في ثوب. سيدنا موسى وراه السلام، ما شافوا بعض ولا يعرفوا بعض. السلام عليكم. سيدنا موسى داو التحية، قال له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا موسى ابن عمران. قالوا كما نبيسون من أصل ما يتقابلني معه، قال لي وجهك عشان تجي تقابلني، قال لي وكل أدب في الحالة تدعوك على تعلمني مما علمت رجلا، قال إنك لن تستطيع ما صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أحصي لك أمرا. فانطلق. وأنا اتبعتني إن شاء الله. حتى قلت لكم من ذكرى. طبعا انطلق. بل في المركب والغلام والحال. طبعا ركبوا مع جماعة في المركب كده. قاعدين العبد. قريب الشاطئ. العبد الصالح ده العبد الصالح سحب لوح منها. ربنا أطلع على إنه جاي في من المركب. في نفس اللحظة الملك بتاعهم كان مرسل عساكر، اي مركب على الشاطئ كويسه سليمه تصادف تضاف له اسطول بتاع المراتب. لما يجوا هنا يجوا غرقانه ما حد خلوها. حاجه بسيطه. بعد ما يمشوا كذا يجوا شافوها خلوها. بعد ما مشوا وحتى انه قام قال لها غرقتها كده على عاتبه، لكن هو عمل الحكمة، ربنا أطلبه على الحكمة. أيوة عشان لمنفعة أهلها، خربها لمصلحتهم عشان لما يجوا عساكر الملك ربنا أطلب عليهم جايينهم في الطريق.
يجوا يلقوها خربانه يخلوها. بعد ما غرق المركب ذاك يعني؟ لا ما غرقها. اها. بس غرقها جنب الشاطي وخربها يعني عمل فيها تخريب. ايوه ايوه. عشان لما العساكر يلقوها ما صالحه ما بيسوقوها ما مركب ما صالحه ما بيلقوها لعساكر مركب الملك، هم دايرين حاجه كويسه. ما حتكلفوا، الخشبه بيدقوها حتستمر طوالي. صلاحهم ولا ضراهم؟ صلاحهم. بس كويس جدا. تاني مشوا بيقولوا اولاد يلعبوا زي اولاد الروضه دي صغار. بس واحد قتل، قتل واحد صغير فيهم. طبعا دي التوراه والكتب السماويه قتلت طفل جريمه كبيره. ما لسه ما كبر ولا مكتوب ولا بيعمل اثام. بريء. دي جنايه كبيره. منتهى الأسرة، لكن كان في حكمة فيها. ربنا أطلع العبد الصالح الولد ده فتنة، إن من أموالكم وأولادكم فتنة وأزواجكم عدو لكم أو فتنة. ده حيكون عدو لأهل يحبكم شديد أكثر من حب الله. أنا قلت لك الناس اللي يحبون الله أيوه أكثر من أولادهم المؤمنين دي للعكس هي يعبد الولد ده يحبه أكثر من حبهم لي يعني. عشان كده أمر العبد الصالح يفتن ما يفتن. يقال إنه ربنا بعد الولد ده أداهم بيت جو من ذرية سبعة من الأنبياء. صالحهم ولا ضرهم؟ صالحهم. قتل الولد ده سبعة قال لي أداهم بيت جابت لها سبعة يعني من الأنبياء. الموضوع التالي دي المركب والغلام الحائط. الحائط هاجوا في بيت كده عندي عنين الظاهر طلبوا من هذا البيت ده غرية غرية البيت ده في الغرية يدوهم أكل ما أدوهم هم طالعين كده يقولوا حائط مايل عاوز يقع العبد الصالح الطفل ده قال لي سيدنا موسى سيدنا موسى يا اخي نبني الحيطه اللي نبنيها دي ما نبنيها دي اذا بنيناها ناخذ عليها قروش نادي الابو يكرمونا فالمهم قام بناها قواها يعني تاخذ 14 20 21 سنة كربها تمام قواها لأنه الحيطة دي تحت في كنز والكنزة أصحابه الأولاد صغار قاصرين عجيبه لما تقع في أي وقت هم قاصرين ما بيقدروا يبنوا هيجيبوا بنايين يبنوا الحيطة دي البنايين دي هيجوا يحفروا يبنوا الكنز ده يشيلوا حق الأولاد دي لكن ربنا حفظه عاوز يحفظ لهم عمل ده سبب الرجل الصالح يبنوا الحيطة دي عشان لما يكبروا وتقع يجوا يحفروا وراهم يبنوا كنزهم ده يشيلوا يقال إنه في الغالب طبعا أبوهم جايز أبوهم المباشر جايز جدهم أو وقلت كده قالوا جدا هم السابق عشان صلاح وإكرام اللي وربنا جايين بعد ذريته من صلاح الجد السابع أو جدا هم الثالث أو الرابع أو أبوه عشان صلاحه صلاح الأهل بينفع الذرية إكرام اللي أو يحفظ لهم سلوته دي سخر ده عشان يعمل العمل ده سخر العبد الصالح يبني الحائط بقى يفترقوا؟ يفترقوا بعدين؟ ياسو؟ ايوه ما ده اخر حاجه. قال له ايوه ايوه ده كان اخر تنبيه لسيدنا موسى قال له ايوه
ده اخر فرصه دي، قال لي يعني ده حيكون اخر حاجه بيننا. وفعلا سيدنا موسى ما يتوفق فيها. قال لي هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك فسلوها زي ما ذكرتها لك كلها، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وكان كله فيه مصلحه ما فيه ضرر. ايوه زي ما ظهر في الظاهر كده والشريعه عليها الظاهر. ايوه ودلتنا بتاع مغيبات، وقالوا يقول على العلم اللدني، علم الباطن، دين الصوفيه. علم الباطن اللي هو العلم اللدني اللي هو من عند الله. ايوه علم الله. ايوه ها هي بعض المغيبات ما الله في القران قال في آية الكرسي مثلا: ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. شهد جايز نبي، جايز رجل صالح. ولا يحيط الناس ولا يحيطون به، ولا يحيطون بعلمه يعني، ولا يحيطون في الكرسي وهو في السماوات عند الذي يشفع الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض. الا بما شاء. ايوه عال. ايوه ايوه قبلها كان في مشكلة العلم مشكلة. نعم. أيوة. ولا يحيطون بشيء من علمه، علم الله. نعم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا يطلع على حاجات ممكن يطلب نبي رسول ولي. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. جائز نبي، جائز رسول، جائز ولي. والوحي بتاع الله ده والإلهام، الإلهام والوحي. هنشوف الرؤية بتاع سيدنا إبراهيم الخليل لإسماعيل كانت رؤية، ده وحي برضه من الله. نعم. إني أرى في المنام إني أذبح، فانظر ماذا تبع، قال ستجد، ستجد من الصابر إن شاء الله. ولا إن شاء الله من الصابرين. من الصابرين كانت رؤية، رؤية لكن كانت وحي من الله. مرات تكون منام، مرات جبريل يجي بنفسه في شكل زول جميل، مرات تجري عليه خاطره كده على لسانه. الإلهام زي يا سارية الجمل، سارية وين؟ سيدنا عمر في مكة يخطب يوم الجمعة، ذاك هناك في بغداد في العراق. يا سارية الجبل، كلمة أجرى ربنا على لسان سيدنا، أجرى لسان سيدنا عمر، كانت إلهام. لكن حقيقة زي حكاية الأشعة ذاك سمعها طوالي، يذكر المضمون بتاع شو في صغرة في الجبل يدخلوها أو يهتموا بها أو هنا يعمل حساب من الأعداء من ناحيتها صغرة.